دي الاجهزه الامنيه اللي عاملاها عشان بيدوروا على المشكلات اللي عندهم زي ازمه الدولار والسكر وغيره وغيره ومش عارفين يحلوا مشاكل، فبيعملوا بالونه عشان يدوروا على بلاويهم. مسيره مع الاستقرار، حتى لو جبنا 50 واحد مكان مش هينفع. طب انت شايف الخروج من المأزق اللي احنا فيه ده ايه؟ خروج المأزق ده كل رجال الاعمال يتحاسب، كلهم يتحاسبوا بما فيهم الناس الفاسده داخل الحكومه. او اي حاجه عشان احنا عايزين استقرار البلد ونفسنا البلد تتغير، واحنا متفائلين خير باذن الله في السيسي، ربنا يوفقهم بما فيه هو الخير. عايزين بس حلو. يعني انت بتطالب ان الاسعار بس تنزل شويه؟ مش عايزين حاجه اكتر، خلي بالهم الناس تتكلم عشان تزعل. انما انت حاسس ان في امان في البلد؟ بس عايزين انما في امان وفي صلاة على النبي، البلد زي الفل واحنا راضيين باللي يعملوه، بس احنا عايزين امان وعايزين الناس الغلابيه يسيبوا لها حاجه وينزلوا الاسعار شويه. وبعدين يا عم الحاج تحيا مصر، تحيا مصر احسن. فبقول البلد حلوه و100 وكده، مش مخايفين على العالم، احنا قاعدين بدل اهو، احنا مش خايفين عليهم. يا عم جيشنا احسن جيش والداخليه احسن داخليه. يا عم الراجل ده ربنا اللي بعته لنا، الراجل 10 على 10